أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعات للتاسع والعشرين من مارس نبدأ أمامكم على الاس ام بي 500. كان لدينا هنالك شمعة النجمة كما ترون، لذا أنا أرى أننا سوف نكون في مرحلة المحايدة على هذه المستوى، مدعومين بمستويات 2020 و2060. لدينا هنا قاعدة قوية عند مستويات 2000، الدعم هنا. القاعدة هذه ممكن أن تأخذنا فقط إلى الأعلى حتى لو كان الهبوط إلى مستويات 2000، لذا أنا لا أي سبب للبيع في هذه المرحلة، فقط الشراء. بالتالي مع كل التقارير المالية التي تصلنا تؤكد مستويات الشراء قريبا. على الناسداك 100 كما ترون هنا كذلك سيناريو جدا شبيه، لا يختلف كثيرا عن الاس ام بي 500، مدعوما بمستويات 4470 و 4360 من كلا الطرفين. انا ارى انه القاعده القويه موجوده عندنا ال 4300، الصعود لا باس منه، ولكن يجب ان نتجنب البيع في هذه المرحله. مستوياتنا القادمه عند 4500. تداول موفق وشكرا لكم.